ولذلك يكثر تقرؤون هذا في تقارير، ترونه في الأفلام، أفلام الدراما وغيرها، وحتى في الأفلام العسكرية وأفلام الحرب أيها الإخوة، تتكرر هذه العبارة كثيرا: ضميري كعسكري مرتاح. أباد قرية عن آخرها، أباد قرية، قتل الأبرياء، أهلك الحرث والنسل من أجل أن يتعقب مجموعة فارين ممن يسمون بالمتمردين، وهذا يحدث إلى الآن وسيحدث إلى زمن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ما دام الإنسان يتخبط هذا التخبط، ما دام يتأله ويشرع نفسه كما يريد وكما يحب وكما يهوى أيها الإخوة، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، إنه يشرع نفسه، ليس له الخلق لكن له الأمر، عجيبة من العجائب، ليس له الخلق لكن يجعل لنفسه الأمر ويحاد أمر الله سبحانه وتعالى. يقول ضميري كعسكري مرتاح، والمعنى المفهوم كما يقول الأصوليون أن ضميره كإنسان ليس مرتاحا. سؤالنا: أين يبدأ العسكري؟ أو أين ينتهي العسكري بالحري؟ وأين يبدأ الإنسان؟ في نظري ربما ليس لهذا السؤال إلا جواب واحد: ينتهي العسكري حين يخلع بزته. إذن أنت مع كامل احترامي، إن كان هناك احترام، لست إنسانا، أنت آلة، أنت آلة، لا يمكن حين تلبس البزة أيها الإخوة، أو تلبس المنتيل، منتيل الطبيب أو الممرض أيها الإخوة، أن ينشأ لك ضمير وعقلية وشخصية وسلم قيمي بحياله برأسه تمارسه وتزعم أنك مرتاح. حتى إذا خلعت هذه البزة، البدلة يعني، يثور لك ضمير آخر: لست إنسانا، الإنسان ليس هكذا، يستحيل، ويستحيل أن نصدق هذا الهراء، هذا السخف أيها الإخوة، إلا أن تكون آلة من الآلات، برمجت نفسك بطريقة آلية. وفي الحقيقة هذا ليس ضميرا، هذا نوع من الاعتذار أيها الإخوة، ونوع من التبرير البارد لمخالفات ومجازفات واعتسافات وجرائم. لأن السياسي بدوره سيقول: وأنا ضميري كحاكم كرئيس للدولة الفلانية مرتاح، مرتاح أنه أعطى إذنا أيها الإخوة بغزو بلد وتدمير حضارة وسرقة شعب بالكامل ومعاناة لملايين البشر، ضميره مرتاح كرئيس أدى واجبه، وكإنسان غير مرتاح، كإنسان غير مرتاح. هذا نوع من الوثنية ونوع من الشركية، هذا شرك أيها الإخوة، يمزق وحدانية الإنسان، يمزق فردانية الإنسان، يمزق وحدة الإنسان، وهو غير مقبول عندنا وغير مفهوم، لا نستطيع أن نفهمه، لسنا مؤهلين، لسنا لائقين أن نفهم مثل هذا السخف الذي يتحدث فيه به فلاسفة ومفكرون كبار. في الدين الوضع يختلف تماما. نحن قلنا السؤال حقه أن يكون: هل للضمير مكان إلا في الدين؟ لاعتبارات